أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2,351,000,000. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.38% عند مستوى 17,965 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.10% عند مستوى 3,638 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.13% عند مستوى 5,367 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 19.97% ليغلق عند 7.57 جنيهات. يلي سهم شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 15.63% ليغلق عند 66.66 جنيها. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة سبيد ميديكال بنسبة بلغت 13.23% ليغلق عند 0.50 قرشا. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.26% عند 62 جنيها. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمد سنبل، محلل أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين. مرحبا بكم على قناة الذريب ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بك يا فندم والمشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية أستاذ محمد، ما تفسير حضرتك لمواصلة المؤشر العام للبورصة المصرية للصعود اليوم وأيضا أسباب ذلك؟ طبعا هو استمرار المؤشر في الحركة الأفقية يمكن لمدة آخر 4 أسابيع. نتج عنه إن بعض المضاربات وأيضا مع دعم سهم التجاري الدولي ودخول حجم تداول مرتفع بالأمس. اللي مع اختراق المستويات ال 52 هيدفع المؤشر لمواصلة الصعود بشكل أكثر. وممكن معاه نستهدف مستويات عليا جديدة نقترب بها من مستويات ال 18,000 في الاي جي اكس 30، طبعا مع التركيز على اختراق التجاري الدولي بشكل خاص لمستويات ال 52 جنيه اللي ممكن تدفعه لمستويات ال 53 وال 55 جنيه، طبعا مع وضع الظروف المحيطه في الاسواق العالميه في قدام امام اعيننا، لان هي بتاثر على السوق خاصه مع المخاوف من الركود الاقتصادي الصيني والتجديد النقدي من قبل الفدرالي الامريكي. ولكن خلينا نركز على المستويات الفنيه زي ما قلنا ومستويات ال 52 جنيه المهمه جدا في التجاري الدولي لاستمرار الحاله الايجابيه بالاي جي اكس 30. نعم، ايضا استاذ محمد شهدنا اليوم الاعلان عن نمو مبيعات شركه النساجون الشرقيون وايضا شركه اسمنت سيناء اضافه للتحول الايجابي بنتائج اوراسكوم الماليه والقاهره للزيوت. ما تعليق حضرتك استاذ محمد على موسم النتائج بالبورصه المصريه الى الان؟ طبعا بشكل كبير احنا بنجد ان في تحسن كبير ويمكن استمرار كمان في التحسن في ارباح الشركات بوجه عام، ويمكن ده يمكن ظهر لنا من بدايه الربع الاول وما زال معانا في النصف الثاني من 2023. وده نتاج الدافع الاقتصادي او مجموعة القرارات الاقتصادية اللي بتحاول ان هي تدعم من الصناعة المصرية. نعم، ايضا استاذ محمد مصر تواصل صرف مستحقات الشركات المصدرة ضمن برنامج السداد النقدي الفورية، هل سينعكس الخبر على اداء الاسهم الشركات التي تقوم بالتصدير؟ طبعا بالنسبة لي امر الموضوع الواردات فهنجد ان يمكن مع بدايه الامر بعد كورونا هنجد ان زادت
الصادرات الغير نفطيه بنسبه 19% مع الشريحه الاولى والشريحه الثانيه، وهنجد ان الامر دفع الشركات المصدره لتوفير السيوله ليها، وايضا ده ساعد على الحفاظ على العماله ودفع القدره الانتاجيه واستمرار قدرتنا التنافسيه الاقتصاديه بزياده الصادرات المصريه. نعم، ايضا هل تتوقع استمرار الربحيه بقطاع الاغذيه المصريه بالنصف الثاني من العام، وايضا لماذا؟ هنجد ان قطاع الاغذيه برضه من القطاعات اللي وجد زياده وتحسن كبير في الربع الاول، لانه من القطاعات الاساسيه استاذ محمد. نعم نعم، لا غنى عنها اكيد. ده ظهر طبعا على شركات الاغذيه بوجه عام، ويمكن نذكر مثالين بشكل مختصر زي شركه ايديتا اللي قفزت ارباحها ل 810 مليون جنيه خلال النصف الاول، وايضا مع استهدافها لضخ 800 مليون جنيه كاستثمارات جديده. وايضا هنلاقي في نفس القطاع شركه زي اجواء حققت ارباح 5 مليون جنيه مع بدايه من بدايه يناير حتى يونيو 2023، في مقابل خسائر كانت 22 مليون الى 23 مليون بالفتره المقارنه في 2022. نعم، ننتقل استاذ محمد للمؤشر السبعيني الذي ارتفع في تعاملات اليوم، ما تعليق حضرتك؟ طبعا المؤشر السبعيني كان اكثر حظا في الحركه من الاي جي اكس 30، وده بعد اختراقه مستويات ال 3595 نقطه، ويمكن دي كانت مستويات مقاومه اصبحت دلوقتي مستويات تبادل ادوار، وممكن نجد منها الزخم لاستهداف مستويات ال 3680 نقطة وال 3750 نقطة، واعتقد ده كان ظاهر النهاردة في الشركات الأكثر ربحية في المؤشر وخاصة قطاع السياحة. نعم، برأي حضرتك أيضا هل تخلت البورصة المصرية عن الأداء العرضي الذي كان مسيطرا عليها؟ للأسف مش هنقدر نقول إن البورصة قدرت إنها تتخلى عن الحركة الأفقية، وده هيكون لزاما اختراق مستوى ال 1850 نقطة على الأقل، عشان نقدر نقول إن إحنا بدأنا نتحرك بشكل إيجابي أيضا مع الأسواق العالمية، لأن حركة الأسواق العالمية إحنا هيبقى من الصعب إن إحنا نتحرك بالمنأى عن الأسواق العالمية اللي بشكل كبير بتاخد حركة تصحيحية دلوقتي مع ارتفاع الدولار.